مرحبا بكم متابعي قناة الملوك. اليوم سوف نقدم لكم ثلاثة خضار تحفز طيور البادي على التزاوج السريع. طبعا أولا الجرجير، يعتبر الجرجير من المحفزات الطبيعية للطيور بشكل عام، ثانيا الزنجبيل، الزنجبيل يعتبر مضاد حيوي طبيعي للطيور وأيضا محفز على التزاوج. ثلاثة الحلبة المستنبتة، الحلبة بشكل عام تعتبر مفيدة جدا للطيور، والحلبة المستنبتة تعتبر محفز طبيعي جيد للطيور البادي لتحفيزها على التزاوج. ثلاثة خضار تعتبر محفزات الطيور للطيور البادية على التزاوج، وسوف نقدم لكم طريقة تحضير وتقديم كل خضار بالتفصيل، تابعوا معنا باقي المقطع. أولا طريقة تقديم الجرجير، يجب أن يغسل الجرجير جيدا وأن يجفف جيدا قبل تقديمه للطيور، ويمكن تقديم الطيور 3 مرات في الأسبوع، ويفضل تقديم الجرجير للطيور التي هي في عمر التزاوج، الطيور المستعدة للتزاوج. يجب وضع الجرجير لهم بشكل مستمر، وممكن 3 أيام في الأسبوع أو 4 أيام في الأسبوع للطيور التي في عمر التزاوج، لكي يحفز الطيور أكثر على التزاوج. وكما تلاحظون نضع الجرجير للطيور، ونلاحظ أن الطيور تأكل الجرجير وتحب الجرجير بشكل عام. ويعتبر الجرجير محفز قوي للطيور البادية على التزاوج. الزنجبيل يعتبر مضاد حيوي وأيضا محفز للطيور على التزاوج. طريقة تقديم الزنجبيل للطيور، يوجد طريقتان. الطريقة الأولى، نقوم بتقطيع الزنجبيل، طبعا الزنجبيل الأخضر، نقطع الزنجبيل إلى قطع صغيرة بهذا الشكل، ونضع الزنجبيل في الماء، ونضع قطع الزنجبيل في الماء، وينقع الزنجبيل في الماء لمدة 12 ساعة إلى 24 ساعة.
الآن نقوم بوضع الماء، ماء الزنجبيل المنقوع في المشربية. يجب أن تكون المشربية نظيفة جدا، ثم نضع الماء في المشربية. ونضع المشربية للطيور حتى تشرب الطيور منها. ويفضل أن نضع كميات قليلة من الماء حتى يتم تغيير الماء بعد كل 12 ساعة. الطريقة الثانية لتقديم الزنجبيل، نحضر المشربية، مشربية تكون نظيفة، نضيف الماء إلى المشربية، ونضع قطع الزنجبيل، هذه قطعة الزنجبيل، نضعها في المشربية. نغطي المشربية ونقدمها مباشرة للطيور. ويمكن تغيير المشربية في لهذه الطريقة بعد 24 ساعة. الحلبة تعتبر مفيدة جدا للطيور، الآن سوف نقدم لكم طريقة استنبات الحلبة. سوف نقوم باستنبات كمية بسيطة حتى نريكم بعض الطريقة. تابعوا طريقة تحضير الحلبة المستنبتة، وكما ذكرنا لكم سوف نقدم لكم طريقة والخطوات الكاملة لتحضير الحلبة المستنبتة في مقطع قادم إن شاء الله. تابعونا وتابعوا هذا المقطع للأخير، وإلى اللقاء في مقطع قادم إن شاء الله.